يقول: جاءني رجل وقال بأنه محتاج إلى مبلغ من المال، وطلب مني أن أذهب معه إلى أي مكان لأشتري له سيارة ثم يبيعها ويأخذ هو ثمنها على أن يسددها إلي على أقساط شهرية. فأنا لا أملك معرضا لبيع السيارات، ولكن من جاءني يريد مالا يتزوج به أو يعمر له بيتا، ذهبت معه إلى أي معرض واشتريت له سيارة بمبلغ مثلا 40,000 ويبيعها ب38,000 وأسجلها عليه بقيمة 55,000 أو 60,000 على أن يدفعها كما أسلفت على هيئة أقساط شهرية، فما الحكم في مثل هذا التعامل؟ إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة، لأن حصل وعد مثلا أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد، ثم ذهبتما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه بعدما اشتريتها، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة، اتفقت أنت وإياه على عقد وأبرمتما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الذمة السلم، لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وإلا يكون من باب بيع الدين بالدين. الحاصل أنه لا يجوز إبرام العقد قبل أن تستحصل على السيارة وتملكها، ثم إذا حصلتها وملكتها وبعتها عليه بثمن غائب أكثر منه حالا، ثم هو ذهب وباعها على غيره، فهذه مسألة التورق المشهورة عند أهل العلم. يحتاج الإنسان إلى نقد، ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ليبيعها ويرتفق بثمنها، بشرط لا يشتريها صاحبها الأول، وهذا جائز. فهذا عند الأكثر جائز، وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة، هذا هو الصحيح إن شاء الله للحاجة، لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعمل هكذا. فإذا توفرت هذه الشروط بأن كانت السيارة في ملك البائع قبل أن يعقد مع المستدين، ولم يشتريها البائع وإنما باعها المشتري المستدين باعها على غيره، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويكون الثمن مؤجلا سواء كان مقسطا على فترات أو دفعة واحدة إذا حل الأجل، لا بأس بذلك. والممنوع في هذا هو ألا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها، إذا كان الذي حصل بينهما من باب التفاهم فقط ومن باب الوعد لا بأس بذلك. أما إذا كان تحديد الثمن بمعنى أنه عقد العقد وأبرمه قبل أن يحصل على السيارة، فهذا لا يجوز. يعني مثلا أنا أسجل عليه مثلا 50,000 ريال وأذهب لأشتري له السيارة بعد إبرام هذا العقد، أشتري له السيارة مثلا ب30 ويبيعها هو ب25، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لأنه باع الشيء قبل أن يملكه. قبل أن يملكه، نعم. جزاكم الله خيرا.